حياكم الله مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج ماسكوت، وهذه الحلقة راح تكون سوبر. اي نعم سوبر، بتميمتنا الخاصة ببطولتنا اليوم 2016 يورو 2016. يا حلو البطل، لكن قبل ما نسولف عن البطل وأحداث هذه البطولة عندنا السوبر، وتميمتنا اليوم باسم سوبر فيكتور، كان هو نجم يورو 2016. وهذه التميمة بهذا الاسم سوبر فيكتور كانت في بطولة أمم أوروبا 2016 اللي أقيمت في فرنسا عادة وفي كل التمائم. في حلقاتنا السابقة اللي تستضيفها فرنسا دائما ماكو على طول تيك بطولة في فرنسا، شنو التميمة؟ ديتش. لكن هالمرة تم الاختيار من خلال التصويت عبر الانترنت، شاركوا فيها 100,000 شخص، وكان اسمه بمثابة رمز لقوة وإيمان فرنسا بالفوز. هذه المرة التميمة مختلفة، كاهي أمي هذا الولد الصغير، الشكل كان مختلف، يعني فعلا خذ نوع من الحداثة. حلو، سوبر فيكتور، شوفونا دمية لطفل يرتدي مثل ما يقولون عباءة وقميص بألوان العلم الفرنسي، تم تصميمه ليكون لطيف ومحبب عند الأطفال، وهو كذلك فعلا قاعد نشوفه مع ابتسامة جدا عريضة وكبيرة والعينين الكبار اللي انتوا قاعد تشوفونها، حتى تصريفة الشعر ولون الشعر يبين لك انه فرنسي خالص. على العموم نشوف التصميم كان جدا مميز جدا حلو، الكرة المستعملة فيها البطولة وفعلا خذت جو كبير بين الأطفال، وعلى قولتهم سووا كل شيء من سوفينار السوفينير التذكار في كل أنواعه، اللي سوالك ميدالية، اللي سوالك صورة، اللي سوالك دمية، اللي سوالك على تيشيرت، اللي سوالك على زولية، اللي سوالك على كرة، أشكال وأنواع وأرنان فعلا كانت تباع بشكل كبير ما بين البوثات، وانتشرت من خلال حتى البيع كان على قولتهم يسوى للإدارة أو اللجنة المنظمة للجماهير. أيضا خلال تواجد فيكتور كان مشارك بشكل كبير بين الفعاليات المصاحبة حق البطولة، ومن خلال أيضا رحبوا هو بالجماهير واللاعبين بهذه الدمية من خلال الصور والتقاطهم مع الجماهير. تأثيره كان سوبر فيكتور مع الجماهير خاصة بين الأطفال، كان يشوفونه في جميع أنحاء فرنسا خلال هذه البطولة وعلى الملعب وفي الشوارع، وأصبح فعلا هو رمز هذه البطولة. كان أكثر من مجرد تميمة رياضية، كان هو الرمز للبطولة من خلال الروح الفرنسية والثقة والانتماء لفرنسا. لكن بهذه البطولة كانت هناك أحداث كثيرة وكثيرة وكثيرة للمنتخب الفرنسي وخلال الملاعب اللي شهدتها بفرنسا. وقعت أحداث كثيرة منها يعني أكثر البطولات اعتبروها إثارة وتشويق بطولة 2016. اجتمعوا 24 منتخب من نخبة القارة العجوز للتنافس على لقب البطولة الأعرق. هذه البطولة ما خلت من المفاجآت، تخيلوا ودعت هذه البطولة منتخبات كبيرة مثل من؟ إيطاليا وأسبانيا مبكرة من دور المجموعات، بينما تألقت كثيرة من المنتخبات، ويلز، إيسلندا، بلغاريا، ووصلت إلى أدوار متقدمة. من ويلز، من إيسلندا، من بلغاريا، تخيلوا هذه المنتخبات تقريبا إيسلندا ويلز وصلوا هذه الأدوار وهم أول مرة يشاركون في هذه البطولة. أيضا البرتغال سارت بخطة ثابتة نحو المجد، حيث قدمت عروضا قوية. نعم نعم، لحظة، من عروض قوية؟ إيه لا 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 كابتن، لا لحظة نوقف، من عروض قوية؟ مباراتها الأولى تعادلت 1-1 بالمجموعة، مباراتها الثانية مع النمسا تعادلت 0-0، مباراتها الثالثة في المجموعة تعادلت 3-3، يعني عندها 4 أهداف، عليها 4 أهداف، عندها 3 نقاط. شلون وصلت؟ وصلت إلى دور 16 تالي من خلال أفضل ثالث ب3 نقاط من 3 تعادلات. أوبا، أي والله. على العموم وصلت إلى الدور 16 مع المنتخب الكرواتي وفازت على منتخب كرواتيا 1-0. راحت إلى دور 8 وتعادلوا مع بولندا 1-1. يعني الميزة الأساسية حق المنتخب البرتغالي في هذه البطولة تعادلات. وصلوا مع بولندا 1-1 إلى الركلات الترجيحية وفازوا على بولندا
5-3 إلى قبل النهائي. فازوا على ويلز اللي وصلت أول مرة في هذه البطولة، فازت عليها 2-0، يعني هذه أعلى نتيجة يحققون فيها المنتخب البرتغالي، نتيجة 2-0. ونذكر هدف رونالدو الكعب، ها اللي مررها تشيلي بالكعب، كان هدف جدا مميز للدهم. نروح إلى النهائي، وصلوا مع المنتخب الفرنسي، صاحب الأرض، صاحب الجمهور، صاحب الأداء الكبير، صاحب اللاعبين النخبة، لكن حدث قبل لا نعرف النتيجة، قبل لا نشوف منو اللي سجل الهدف، إصابة رونالدو. شفنا بكاء رونالدو، شفنا الفراشة اللي وقفت على خشم رونالدو، شفنا أحداث خلال هالفترة من المباراة. غادر المباراة رونالدو، قعد على الدكة، شفنا صراخ رونالدو، شفنا توجيهات رونالدو مع مدرب سانتوس عشان يهيئ اللاعبين. البرتغال واجهت فرنسا، وفعلا فرنسا كلوهم في المباراة بكل شيء، في كل الدقائق، في كل الصراعات، في كل المواجهات، في كل يعني الهجمات، لكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي. راحوا إلى الوقت الإضافي، ولكن في الدقيقة شوفوا متى 108 وبعد 25 ثانية من الشوط الإضافي الثاني، خلي الأوراق كذي، المنتخب البرتغالي اللي ما له شغل بالمباراة، ها ما له شغل حبيبي بالبطولة، يعني وصل بالتعادلات مثل ما يقولون، أخذ المباراة. شلون سجل الهدف؟ منو؟ هدف قاتل من لاعب البديل الأسمراني إيدير. منو إيدير؟ وين إيدير الحين؟ أي نادي يلعب؟ أنا ما أذكره إلا في هاللحظات في المباراة الختامية. سجل الهدف، شال الدون الكاس، احتفل في يورو 2016، ومن ثم ما أدري أنا وين إيدير. لكن هذه هي البطولة الأولى للدون بعد ما خسر 2004 على أرضه، وفعلاً ما كانت هذه البطولة عادية، وهذه الملاحم الكثيرة في هذه المباراة، فكانت ملحمة كروية حقيقية تخلد فيها ذاكرة عشاق، تخلد كلها في ذاكرتهم. وفعلا هذه البطولة كانت فيها لحظات استثنائية ونجوم لامعين وروح تنافسية عالية كبيرة حضرت في هذه البطولة، وستظل مثل ما يقولون كواحدة من أفضل بطولات أمم أوروبا على الإطلاق. وأهم ما ميز يورو 2016 شنو هو؟ أربع فرق حصلوا على أول تأهل لها إلى نهايات بطولة أوروبا، منو؟ منتخب ألبانيا، أيسلندا، إيرلندا الشمالية، وويلز. تخيلوا أول أربع منتخبات يتأهلون لأول مرة، وويلز وصلت إلى قبل نهائي وكادت أن تصل إلى النهائي. في مرحلة خروج المغلوب تم استخدام الوقت الإضافي وركلات الترجيح لتحديد الفائز إذا لزم الأمر، وهذا الأمر تم تسجيل عدد كبير من الأهداف في هذه البطولة على غير العادة من البطولات السابقة. يعني البطولات اللي فاتت دائما كنت أذكر 71 70 77 50، كلها بالسبعينات، ها ماكو كلها بالسبعينات. هالمرة تم تسجيل 108 أهداف في 51 مباراة بمعدل 2.12 هدف في المباراة الواحدة. يعني عشان أكون منصف أكثر ووضح النقطة أكثر، عدد المباريات زادت في هذه البطولة، لذلك تم عدد الأهداف بشكل أكبر. يعني قبل كانوا 31 مباراة، الحين إحنا قاعد نتكلم عن شيء 50. حصل على جائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف هو الفرنسي أنطوان غريزمان، وحصل أيضا أنطوان غريزمان على جائزة أفضل لاعب في البطولة. أما تم منح جائزة أفضل لاعب شاب في هذه البطولة المفتوح للاعبين اللي ولدوا أو بعد 1-1 من عام 94 إلى ريناتو سانشيز. ذهبت إلى البرتغالي ريناتو سانشيز. أما جائزة الحذاء الذهبي ذهبت إلى أنطوان غريزمان الفرنسي اللي سجل هدف واحد في مرحلة المجموعات وخمس أهداف في مرحلة خروج المغلوب اللي هما الأدوار الإقصائية. أما كريستيانو رونالدو ذهبت إليه جائزة الحذاء الفضي بعد ما سجل هدفين في مرحلة المجموعات وهدف في مرحلة خروج المغلوب، بالإضافة إلى تقديم 3 تمريرات حاسمة. ومن بعد هذه الحصيلة والجوائز والألقاب اللي تم توزيعها، فعلا هذه البطولة كانت استثنائية بأحداثها. الحدث الأهم أن المنتخب البرتغالي من بعد ما كان قاب قوسين من أو أدنى من الخروج من دور المجموعات، وصل يعني على قولتهم
ما ادري يقولونها بحظ، يمكن بحظ بعدد الاهداف، ما والله ما تدري شلون تسميه وصولهم، لكن وصلوا للمباراه النهائيه، خذوا البطوله بقدم لاعب اسمه ايدير. الى الان انا قلت لكم ما ادري وين صراحه راح، يعني عطى انجاز جديد، انجاز اولي الى المنتخب البرتغالي بقياده الدون كريستيانو رونالدو، فكانت فعلا بطوله استثنائيه بكل المقاييس والمفاجات فيها. وصلنا للختام الوعد باكر، وتميمة أخرى نسولف عن أي بطولة تتوقعون؟ باكر الوعد. السلام عليكم.